استخدام سيء لتطبيق تيك توك يهدد أمن الثكنات العسكرية في العراق. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. حيث شدد مركز الإعلام الرقمي DMC على ضرورة عدم السماح لأي منتسب في وزارة الدفاع باستخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل أماكنهم العسكرية. وذكر المركز في بيان تلقته قناة أخبار العراق يوم أمس الجمعة أن الجماعات الإرهابية قد تستفيد من المقاطع التي يتم تصويرها داخل الأماكن العسكرية في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سببا في إراقة الدم وخسارة الأرواح. وأوضح أنه من حق أي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية هو موضوع آخر ويجب أن يخضع لضوابط أمنية وعسكرية. وأشار البيان إلى أن فريق مركز الإعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية. متابعين الكرام، شاركونا رأيكم بهذا الموضوع في التعليقات. وإلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. تحياتنا لكم.